يعطيكم العافية فرقة ليالي الكويت على هالمعزوفة الحلوة، وردينا لكم مشاهدينا بعد مشاكسات عبد الله مع موضوع نسائي حلو يخص الحريم. الحريم لهم والنساء لهم اليوم لهم شيء حلو لنا في ليالي الكويت. معانا يلوى، مشروع كويتي تأسس عام 2012 يقدم خدمات فريدة ومميزة على مستوى الكويت والخليج والشرق الأوسط أيضا في مجال الخدمات المتعلقة في عالم الزفاف والمناسبات. معانا اليوم إحدى مؤسسات يلوى والمدير التنفيذي عروب العبدلي، حياك الله. الله يحييك لولو، منورتنا اليوم في ليالي الكويت. وجودكم أنتم منورين اليوم. يلوى العروس اليوم معاي زميلتي شيمان، يمكن قبل شوي سألتني عن اليلوى وهي لابسة أخضر اليوم. اليوم يلوتي شيمان. أول شيء يا هلا مرحبا فيك بلالي الكويت، وأنا بصراحة استوقفني الاسم يلوى، أبي أعرف أكثر شو تقدمون أنتو بيلوى للبنات العرايس اللي مقبلين على الزواج. أوكي، بالبداية شركة يلوى إحنا تأسسنا من 3 شركات عندنا الرغبة والشغف في إن إحنا نقدم خدمات خاصة بالشركات وخاصة بالأفراد على حد سواء. طبعاً إحنا المؤسسات 3، أنا وبسمة البغلي ونور البغلي شركاتي، فكان يجمعنا هذا الشغف الرغبة في إن إحنا نقدم شيء جديد. درسنا الماركت، شفنا شنو اللي ناقص، شنو اللي مو موجود، شنو اللي يبون الناس، حاولنا إن إحنا نقدمه. طبعاً الخدمات في شغلة تكون حق الشركات وفي شغلة تكون حق العرايس نفسهم، فمنقسم شقين شغلنا. طيب انتوا الحين تقدمون بعد ويدنج كونسرج صح للعرايس؟ طبعا ايه، خدمه الويدنج كونسرج هذه خدمه كامله موجوده، هي يعني تهتم في تفاصيل من قبل الالف الى ما بعد الياء، يعني اذا في ممكن نقول في تفاصيل اكثر يعني. هذه الخدمه مهتمه بتنظيم حفل الزفاف نفسه، والحلو فيها ان هي وايد مميزه والاولى صراحه مستوى مو بس الكويت الشرق الاوسط، لان فيها تفاصيل وايد نهتم فيها، من تنظيم الى تفاصيل متعلقه في اداره ميزانيه الحفل، الاداره الماليه للحفل، اداره اللوجستيه للحفل بشكل عام، التنسيق بين الاطراف العامله في هذا المناسبه. فاي يعني هذا تقريبا ويدنج كونسيير. يعني يلوى انتوا بنات وكويتيات واسستوا يلوى اللي تجمع عدد كبير من الشركات تحت سقف واحد، نقدر نقول بكل احتياجات العروس، كل عروس. والحلو بالشيء انكم بنات وكويتيات وشابات وفاهمين وما شاء الله ذوقكم حلو بكل شيء. فالحين لو بسالك ان الشركات شلون تقدر تستفيد من يلوى، وانتم شلون تقدرون تفيدون العروس بهالشركه؟ طبعا لان يلوى تعتبر مثل مظله للشركات النخبه المنتقات اللي تقدم خدمات مميزه جدا في عالم الزفاف والمناسبات. طبعا الشركات نقدم لها خدمات تسويقيه وترويجيه لمنتجاتها او الخدمه اللي هي تقدمها، والخدمات هذه تتنوع ما بين ان احنا الوسائل اللي نستخدمها متنوعه، مثل على سبيل المثال معرض يلوى للزفاف والمناسبات، ومعرضنا الجاي ان شاء الله قريب في اول شهر 3، وعندك كتاب يلوى للعرائس اللي هو الدليل اللي نسوي فيه مثل ريفيوز او نقول عرض لاعمال هذه الشركات تمتلك العروس ويكون لها خاص فيها يساعدها في خطوات زفافها، فاحنا نربطهم مع الزباين. فانتم تاخذون العروس من اول لا تنخطب لما ترجع من شهر العسل بكل شيء. وبعد شهر العسل. وبعد شهر العسل. طبعا استقبالها مناسبات يعني لانه مقدمين الخدمات هم نفسهم يعني. اعطيك على سبيل المثال مثلا تاخذ كاكاو حق عرسها، ممكن تاخذ كاكاو لاستقبالها، فنفس الشيء. حلو، يعني حتى لما بعد ما تولد العروس. طبعا طبعا يعني العلاقه مع العروس تمتد، يعني الحمد لله عرائسنا دائما علاقاتنا فيهم جدا ممتده، يعني فعلا مثل نخطب لين نشوف عيالهم، وصدقيني يعني الفرحه في عيوننا لما نشوف عيال عرائسنا، يعني احس يكبرونا، احس روحنا كنا عليهم الافكار. ولا ممكن تتدخل العروس يعني مثلا تطرح شغلات شايفتها مثلا برا، شايفه مثلا تفاصيل معينه حابه يعني تزين فيها عرسها مثلا؟ طبعا ولا انتم يعني لكم انتم طابع معين ما تحبون احد يغير الثيم اللي انتم مفكرين فيه عشان تقدمونه للعروس؟ طبعا اول شيء لازم اوضح لك ان احنا يلوى ننسق وندير الحفل، لكن احنا ما نصمم، لكن احنا نقدر نساعد العروس ان احنا ودايركتور انتو انها تختار شيء على حسب ذوقها، لكن يكون مقبول وتحبه بالنهايه. يعني احنا نبيها تتخذ قرارات صحيحه، فاحنا نساعدها، نعرض لها كل الاوبشنز المتوفره، نعرض لها جدا يعني شركات وايد ممكن تكون موجوده. في طلبات غريبه يعني جات لكم مثلا شد يعني الفتت انتباهك مثلا او شيء؟ تعرفين مرات يحبون فنادق، يحبون صرعات البنات، في شيء كذي لفت انتباهك يعني حسيت انه
لا انا ما اقدر انفذه يعني. هو شوفي صراحه ما قالت شيمان يمكن عروب انت قلتي لي حتى ثيرابيست صرتي بين العروس وامها. طبعا شوفي احنا يعني دائما قاعد ننظم الحفل فاحنا راح اكيد نكون على علاقه وطيده مع اهل الحفل. طبعا انت متواصله معاهم بشكل دائم فدورنا احنا يعني على قولتك انا ما ابي اني اكون ثيرابيست بس على الاقل ان احنا نهدي الامور. فيعني ممكن تحصل بعض المواقف بس هذا طبيعي يعني. عروب من خدمه الكونسرت خلينا نتكلم عن خدمه البيس بوك اللي سويتوها. سويتوا شيء هيوج صراحة كان وايد كبير وكان يجمع مصممين عالميين ونقدر نقول لهم اسم كبير في مجال الأزياء. الكوتور يس الكوتور والجولري يعني والجولري. احنا بيسبوك هو فكره كامله عن الخدمات الخاصه بالعروس اللي احنا نسميها برايدل كونسيرج سيرفيسز. طبعا هي احنا ملقبينها بلقب البيسبوك لان هي كلمه بيسبوك بالانجليزي تعني كل ما هو مصنع خصيصا على حسب مواصفات معينه. فهذا تنطبق طبعا على الكوتور خياطه الراقيه وتنطبق ايضا على المجوهرات. فمنها اطلقنا هذه الخدمه في عام 2014 عبر عرض أزياء كان فريد من نوعه يبنى 6 مصممين. ما أدري تهدرين إن واحد منهم اللي مصمم بدلتك اليوم بزازة زين فسوينا فنان إيه فنان جدا وما شاء الله كانوا كلهم نخبة من شباب مصممين الكوتور اليدد كانوا طالعين على الساحة. يبناهم الكويت وعملنا إيفنت خاص ل 270 مدعوة VIP فقط وعرضنا هذه الخدمة وأطلقناها. ومنها إحنا الحين ننظم الترانك شوز اللي هي المواعيد الخاصة مع المصممين سواء نجيبهم داخل الكويت أو إن إحنا نعمل كوتور أوردرز حق الكلاينتس بالفاشن ويكس. طبعا إحنا دائما أبديتد مع الفاشن ويك وتوه الكوتور فاشن ويك إذا شفته كان مخلص وكان في وايد بدلات صراحة أنا أعتقد أنها راح تكتسح السيزن اللي ما شفناك هناك وياهم. إي ما مداني أروح بس استحنا هناك كان. رحنا كان صحيح كلمنا عن كان يوم رحتوا مع كارتيه طبعا عشان اربط المشاهدين مع موضوع كارتيه وكان لازم تعرفون ان جزء من خدمه البيس بوك هو ارتباطنا في موضوع الجولري شوبينج. اوكي فالجولري شوبينج احنا نرتبط فيه يعني بالطبيعة الحال مع أكبر دور المجوهرات العالمية البيت اللي البيت فراح نوصل. إحنا تعاوننا معه بالبداية فان كليفن أربلز ودونا إلى دبي في تجربة كانت فريدة من نوعها. وبعدين رحنا مع كان حق إيفنت أتور دي سانت اللي كان هاي جولري إيفنت في كان وكانوا كارتيه صراحة إحنا مسولفين على الموضوع من قبل إذا تذكرين تكلمنا عنه إن كانت الفيلا على تلة في أنتيب وكانت تجربة لا تنسى لأنها كانت فيلا تاريخية. وخذونا في رحلة مثل كأنك قاعدة تشوفين ميوزيوم حق كل الكوليكشنز مالوت البراند هذه بالتحديد وتمرين بالتجربة بالكامل وبعدين تروحين لبرايفت روم وتجربين القطع بنفسك وبعدين تاخذين يقلك شيف تو ميشلان ستار يسوي لك غدا حقك انت بروحك وبعدين ترجعين ثاني يوم وفي اكتيفيتيز. هو صراحه تجربه كانت جدا فريده واحنا كنا الوحيدين اللي طلعنا فيها يعني منها يعني بالكويت وجدا فخورين باختيارنا. طبعا لنا ارتباطات اخرى مع دور مجوهرات ثانيه كان لنا تعاونات مع بلغاري ومع ديبيرز اختارونا من ضمن 9 سيدات بالكويت واحنا نتشرف ونفتخر جدا باختيارهم لنا من ضمن هالتسع سيدات اللي هم نساء اعمال يعكسون الفكر الواعي للمراه في مجال عملها. واخر تعاون لنا كان مع ماركه بوشيرون اللي هم اشكرهم جدا لاهتمامهم بطلتي اليوم في بعض قطع المجوهرات اللي انا لابستها في تصوير احدى في تصوير مقابله في احدى المجلات. فالحمد لله تعاونات الجولري هذه جدا حلوه يعني وتمييز الماركات العالميه لنا هم جدا مهم شغله احنا نفتخر فيها وخصوصا ان عمر يلوى صغير فانه يكون عندنا هذا الريكوجنيشن العالمي يعني احنا نحمد ربنا. عروب ذكرتي ان عمر يلوى صغير لكن ما شاء الله عندكم اكاديميه يلوى يعني صحيح. اكاديميه يلوى اكيد في وركشوبس انتم تقدمونها يعني من الفئه المستهدفه مثل ما يقولوا وشنو تقدمون انتم في الاكاديميه هذه؟ اوكي اكاديميه يلوى للعرائس هي اكاديميه اسسناها في 2015 هي اكاديميه متخصصه في طرح مواضيع ودورات تثقيفيه وتعريفيه وتعليميه للعروس في المرحلة اللي هي مهمة بالنسبة لها اللي هي الاستعداد حق زواجها ومناسبتها الخاصة. المواضيع هذه تتنوع ما بين شغلة تتعلق في مظهرها وشغلة تتعلق في جوهرها والجوهر هو الأهم وإحنا ندري كلنا أن في هذه المرحلة الصعبة لازم يكون عندها بعض اللايف كوتشينج بعض الأمور اللي شوية تساعدها في فهم هذه الحياة الجديدة. البنت لما تكون في بيت أهلها يعني أكيد هي في قمة الدلع ومو مستوعبة شنو الحياة اللي هي مجدمة عليها يعني
فالأكاديمية هذه الحمد لله احنا كنا أول ناس طرحناها، هي الفكرة كانت صراحة وما زالت وحيدة في الكويت وبالشرق الأوسط بعد، جدا فخورين فيها. وقاعدة أشوف الحمد لله أن في بعض الأمثلة سواء في الكويت أو بالناس ثانين أنهم بدأوا يوعون لمدى أهمية دورنا إحنا كمؤسسات شابة أن إحنا نوعي البنات ونوعي الشباب في مواضيع تخصهم، سواء في إحنا موضوعنا اللي هو صناعة الزفاف أو العرائس أو المواضيع الثانية اللي الناس حابين أنهم يهتمون فيها. بترند الأعراس شفنا الحين قاعد يصير ب 2016 أن العرس قاعد يصير بالنهار أو الصبح، يعني قبل المغرب خالص العرس، وقاعد يصير أوت دور بعيد عن صالات الأعراس. قبل لا نختم معاك عروب، ودنا نعرف الترند اللي ممكن يكون حق 2017 بالعروس. الترند إحنا الحين مثل ما تفضلتي لولو أن في ناس قامت تلجأ إلى أوقات مختلفة من اليوم عساس يحصلون على شيء يكون شوية خارج عن المألوف، فكرة جديدة، الناس شوية قاعدة تمل من رتابة بعض النقاط في البرنامج المحدد المتعارف عليه في حفل الزفاف، في ناس تحبه مثل ما هو وكما هو عليه. احنا نشوف الحين مثل ما قلت الترند تغيير الأوقات، بالإضافة إلى ذلك الصراحة وباعتقادنا وإحنا نتنبأ بهذا الشيء الحين في الماركت أنه راح تشوفين أنه راح يكون في حفلات الزفاف activities أو نشاطات داخل هذا الحفل خاصة بالمعازيم مقدمة من أهل الحفل، وهذا الترند الجديد راح تشوفين ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقكم. مشكور عروب على وجودك معنا اليوم، مشكورين وما قصرتي على هالمعلومات وهال تبس حق العروس. ان شاء الله ان شاء الله نكون فدناكم ونكون خفاف عليكم. نورتينا بلالي الكويت حبيبتي انت وبشرون حلو عليك هي اللي محليته. شكرا مشاهدينا، بعد فقرتنا اللي استمتعنا واستفدنا من ضيفتنا عروب للتبس للعرايس، يعني معانا احنا اليوم تقرير عن إذاعة الكويت وبالتحديد من استوديو البرنامج الثاني على الخط، وهو برنامج يومي مباشر يبث من 26 سنة. تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج في التقرير التالي.